علي جيت وحو هاي ددك ديري قليو قبل كا أو تسا إلا دوينا لغا أركي شعب كيو لدق على مايو أركي حس شواب مع شعب كيو مع يسلين نقدين إلا مدو انتاس ملارك جيرين شواب أو شعب لدق على مايو واني كعيي باشان وحال لي هاي حس الشيخ محمودا كدن بيو حشق محمود نمل ومس عضو إسبارد يا صلاة بنيسو وع صلاة بنايو شباب كيا صلاة بنايو وع إسبعي يا صلاة بنايو عدالة درد يا صلاة بنيسو محلي را حتى ووجي قلوات شوا أو دقال كلا قلي دون حتى سامينو وكنا أسكري جو حكول يرنا حتى يحل أو في عنا قبتي سيدا علي جاي تو كلام متوسنة وحكت لنا نساء إن قبيلة دي هاي نو والإسبارد سوبرتي كسر عليو وحكت لنا نساء إن مدحوينا كستا وحي وكوب باقي وهدنا بينيو مركا آدي آدي آد أيان وقحوا ما هيش ورأيتك صوب هاي حفيز كم دحينا مامل كهير شبل علي عبد الله حسين على يقول لو يا حلك اللي هيك هذا قدومي قبل كهيران علي جيت عثمان إسلام مركا أنا قدومي عصب الله مجابي وحمد الحين هير شبل ورأيتك صوص عري كسر بي صباع كدم بي أنا حلك اللي هيك هذا علي جيت عثمان تلسوي كذين كتب مدر دحينا كحين كيوسف أحمد جردب كيد وحنا كذا لطيف تاني مركي صوب الورقة داسية ضحين بام تواصل حيرتا حلك قايس القدومي على جيت عثمان إذن بلوشة الصوماليين سياسيين أنت بقى أي سياسة كانت موجودة في العليين هذا بقى حلك قايس على جيت عثمان صامين نوع أي يكون يلا كرتاب بلوشة الله بقبل يسوع كله جدهان سياسة معمول كير شبيلة هي دجال كده كده قال ماشاء الله شعب قاس ودي جنس الله بالله فيلا إن دوان أو بلاده هذا بقى أركم الشعب كم قال مقدش الله حقانة مقالبية تفيق اسمس إيجونا كفيل على أرتيه كو آدم بحلك قايس على جيت عثمان هذا ركتي ده كديبتو بلوشة كنول قبل كهيران يشبل الهاصل لبعتوينه وكانك دونتها برنامج كان هذا حلك قاضي سمانت أو صوصارة أدا يا وعم بارينا يا واي واني كاس قدوميا حلك كق مدحوينا حلك كقاضي إيه أسيق مركل اللي فيرو وحخبط أسيق أيام مدناي أيا سلايا متى هذا كلام واحد فدرال إنه تها أو مودا واي فدرال كحشق محمود وحقوله باقي إنه شباب لا تدري رأيو ما أنت نيك شباب لا تدري هدوس هدوسنا أو حلك كقاضي أما هو أسيق أو أوجي هاي أما أدي لوش هيك حتى أوجي هاي أو وحكي خوينين حشق محمود وح أمس على لنا واي مركع سامين تلا بده قبل يكوي على كرت والله سامين بدن يكوي أكوي على دون أكوي على نه واي إسبارد يا صلاة بنيسو وح صلاة بنايو شباب كيا صلاة بنايو وح إسبعي يا صلاة بنايو عدالة درد يا صلاة بنيسو محلي را حتى ووجي قلوات شوا أو دقال كلا قلي دون حتى سامينو وكنا أسكري جو حكول يرنا حتى يحل أو في عنا قبتي سيدا علي جاي تو كلام متوسنة والله دواتويني وكنا waa marka saameen muqyeela karta islaada ahaan markii loo fiiriyo howlgalka iyo wajiga labaad adoona ka tusaale qaadanayo wajiga koobaad iyo kaalinta uu ka qaato gudoomiyaha wallahi wax badan aad iyo aad iyo aad ay wajiga labaad ku yeelan doonta waay dadkii dhiraanta ninka galiye oo kiciyay sida loo la dagaalamo baray maxaa la yiraahdaa wax qabad saad baray oo wajiga koobaad wax qabtay hadii xilka laga qaaday dadka soo socda oo wajiga labaad gali doono ayagana waxay ku gali doonaan damir laan way waxay isleeyihiin hadhow sida cali jeeyta loo yeela ama la lagu yeela waana sax waana ku saxayeen waxa loo ogsaday xilka qaayisa gudoomiye cali jeeyta soo jeedin ka timid madaxweyne ku xigeenka yuusuf axmed gardabageed marka maxay tahay isleetahay sababta dabageed u soo jeedin in cali jeeyta xilka laga qaado xilliyadan lagu jiro walaa yuusuf dabageed ee markii la dhaha guud laabe ayaga waxay qabteen cali jeeyta ma qaban karaan علي جيت وحو هاي نين دتك ديري قليو قبل كا أو تسا إلا دوينا لغا أركي شعب كيو لدق على مايو أركي حس شواب مع شعب كيو مع يسلين نقدين إلا مدو انتاس ملارك جيرين شواب أو شعب لدق على مايو واني كعيي باشان وحال لي هاي حس الشيخ محمودا كدن بيو حس الشيخ محمود نمل ومس عضو واي شواب ايا لدير راي ويري حتى نمركي أو هل سنة لقاري نيك شباب لا دير اوغو ويناي ايو حتى حلك قال وحي دبان دولها عين كقارن كسوماليت انو كدغو مد وحال ربي انو شهاده شرف سيو ددك تسو ان محال يرا او دير غليو لكن ما انت نيك او لا دغالماي حدو ساس او غلي حشق محمود وحو مسعدان لينا واي مركا غودان مركا ان مركا مخا كدل كر اي سل اي كولتا حلك قايسيس والله وحا كدل دون نيه جب بدن نيه جب بدن قبل كحتا واني جبايان اسكرت واني جبايان waye taliyahooda ama baanduulahooda xilka laga qaaday oo bilaami qadar xilka loo qaaday waxa soo suubiyay lama dhihin yuusuf dabageed soo jeeday la dhahay yuusuf dabageed nin oo briefties iskaga jiro raaxaysanayo waay ma ninkaana nin oo cala garoobyada ka talaabsanaayo ciidamada kicinaayo ayuu ahaay maanta ma ahan soomaaliya horta midada kala qaramada midowga fargelin zaid ayaa nagu haysaa hadii la dhaho qaramada midowga fargelin zaid ayaa nagu haysaa waxaana ayaga ka dambeeyaan soomaaliya waqti inay ku dheerayaan ay rabaan
gobolada inta dagaal ka socdo waxay rabaan Soomaaliya 20 sano 30 sano ka bacdi inay dawlad heesho waqtiga ayuu nagu dhuminayaan waxaan waxay ku yeelanaysaa saameyn aad iyo aad iyo aad u weyn sababtoo ah cala jeed wuxuu ahaa markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed kursiga mar laba ku soo laabtay ee uu shaaciyay in la dagaalamayo Al-Shabaab ninkii koowaad ee ajiib ayuu ahaa meel fiican 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 ugu gaarsiiyay waana nasiib darro maanta qofku markuu meel fiican wax gaarsiiyo in haddana qofkii la soo qaabto qoorta la soo qabto wax nasiib darro oo dambe jidid markii horeba laga filayay marka saameynta ka dhalan karta bal xilka qaysiisa waxa ka dhalanaysaa in nimanka ku soo laabtaan gudadkii laga kiciyay waxa ka dhalanaysaa in qabiiladii muxuu ahaa nin walba isbaaridiisii bartii ku soo celiyo waxa ka dhalanaysaa in madaxweyne kasta wixii uu ku baaqay uu haddana beeniyo marka aad iyo aad iyo aad ayaan uga xumahay shakhsiyan in Cali Jeyte uu u qalmay madaxweynaha Hirshabeelle inuu noqdo in muxuu ahaa uu xilka ka qaado waana mid la mahadin doono muxuu ahaayey haddii waa mid muxuu ahaa aad iyo aad iyo aad iyo aad mahadhow noqon doonta ayaan ka wadaa haddii aan xilka sida degdega lagu soconayo Cali Jeyte meeshaas waaye marka xilka qaadisiisa markaan ayna bulshada labada gobol ee Shabeelle dhexay ee Hiiraan maadaama Masuul Maayarkii gobolka Hiiraan ama marka bal saameynta iyo isbeddelka bal arintaas ka dhalan kara saameynta ka dhalanaysa wariye waa sheegay isbaarada meeshii ku soo laabta nimanka iyaguna meeshii ku soo laabta muxuu ahaayey madaxweyne kasta amarka uu soo saaro ciddii fulisa in haddana aanay hadhowto aan cidina sii fulin oo meeshii qofkii u dhagan ugu laa waayey madaxweyne amarkiisa waayey Xasan Saga ayaa shaaciyay in la dagaalamay nimankan ninkii la dagaalamay waa kan hadda meeshii ka eryay waa arrimo siyaasadeed baa dhigi karaa waye Cali Guulaawe xilka qaadisa Cali Jeyte wuxuu ku tilmaamay kadib soo jeedin ka timid madaxweyne ku xigeenka Yuusuf Axmed Hagar Dabageed bal maxaa ka dhexya la sidii kara Dabageed oo sabab u soo jeedimay in xilka laga qaado Cali Jeyte wallahi waxa weeyaan waa arrin heer gobol weey arrin heer federaal waa marka arrin heer federaal ayaa madaxweynuhu uga qaaday xilka sida muxuu ahaayeen hadda la sheegay marka waxa weeyaan ninkan Cali Dabageedna baba khuseysa baa arrinta Cali Jeyte maba khuseysa waa isagu waxa weeye madaxweynka xigeenkii madaxweynihii Cali Guudlaawe ayaa ka xiga si kasta haatee xilka qaadisa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa ku soo beegmay xilli maalmi la soo dhaafay ay jirtay madmadow siyaasadeed oo dhexiyay siyaasadda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi Hiiraan waxaana haatan cirka isku sharreeyay isla markaana ugu dambeys gaartaba in xilki laga qaado guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan taasina waa caddaan tifiga SMS dhisho shirkadda isgaarsiinta Somnet waxay idin haysaa internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Xirmooyinka aad ka heli karto waxaa ka mid ah Qanciyo Plus oo ka kooban internet, ku hadal iyo fariin qoraaleed. Waxaa kaloo aad ka heli kartaa xirmooyinka maqsuud ee aan ka dhicin iyo xirmooyinka kaafi ee aan ka dhamaanayn. Dhammaan xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeegga Jeeb. Somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub.